في حديث الصحافة مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء على أبرز العناوين التي تناولتها المواقع الإلكترونية اليمنية، الصحافة كذلك العربية، وكذلك نسلط الضوء على بعض مما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي من مقالات وتغريدات. وكالمعتاد البداية من صحيفة صوت المقاومة وأبرز ما جاء فيها من عناوين. صحيفة صوت المقاومة: الإغاثة عاصفة العمل الإنساني في اليمن. المقدشي: قريبا سيكون الرئيس هادي والحكومة في صنعاء. صحيفة إماراتية: الانقلابيون يحدثون شرخا في النسيج الاجتماعي. عدن: التوقيع على عقود تنفيذ مشاريع بتكلفة 410 مليون ريال. ومن صحيفة صوت المقاومة إلى المواقع الإلكترونية اليمنية، والبداية مع موقع المصدر أونلاين. المصدر أونلاين: الخارجية الأمريكية: إيران تدعم الحوثيين بالصواريخ وتؤجج التوترات الإقليمية. مجلس القضاء يرد على الأحكام الصادرة بحق قيادات الدولة. المشهد اليمني: خلال لقائه السفير البريطاني نائب الرئيس: أولوياتنا بناء دولة قوية تحقق الأمن والاستقرار. المخلافي يؤكد حرص الشرعية على إنهاء معاناة الشعب اليمني وإيقاف آلة القتل والدمار والحصار. ماربرس: استشهاد أحد قيادات جبهة المخاف الحادث الإرهابي بلحج، وقيادة المخا تنفي صلتها بحادث اليوم. الفريق الأحمر يكشف معلومات استخباراتية عن إيران وحزب الله. يمان مونيتور: البنتاغون تضع خطة لدعم التحالف لإنهاء الانقلاب في اليمن. مصادر رسمية بحضرموت تقول إن ميناء المكلا سيتقبل خلال أيام 55 ميجاوات من الكهرباء. يمان نيوز: حوثيات يحتفلن بميلاد الزهراء بمساجد العاصمة في طقوس سرية. وصول دفعة جديدة من الأموال المطبوعة إلى عدن. الصحونت: المخلافي يشيد بمساندة الدول العربية. وإلى الصحافة العربية، والبداية مع صحيفة صوت الوطن السعودية، مع صحيفة الوطن السعودية عفوا. الوطن السعودية: نقابة مستشفى الثورة العام بصنعاء تدين الانتهاكات من قبل الميليشيا. استقبال رسمي لجرحى تعز العائدين من تركيا في مطار عدن الدولي. الشرق الأوسط: آل جابر: المنظمات الدولية تعتمد في تقاريرها على منظمات تابعة للانقلابيين. استشهاد شقيق القيادي في المقاومة الجنوبية بمحافظة لحج حمدي شكري. البيان الإماراتية: ميليشيات الانقلاب ترتكب جريمة مروعة في إب وتعدم مواطن بفصل رأسه عن الجسد. الميليشيات تستورد أدوية من إيران لعلاج جرحاها وتمنع توزيعها على الصيدليات. القدس العربي: على مدى عامين الانقلابيون أفشلوا 7 هدن إنسانية. انفجار مخزن أسلحة في الرحبة باستهدافه من قبل التحالف. الخليج الإماراتية: بعد قطع مرتباتهم سلطات الانقلاب ترتب لفصل الآلاف من موظفي الدولة واستبدالهم بموالين. عكاظ السعودية: بعد عامين من انطلاقها تساؤلات من رحم العاصفة. الرئيس هادي يؤكد على ضرورة وحدة الصف وصولا إلى تحقيق حلم أبناء الشعب. الجزيرة نت: صحيفة تفكيك ألغام حوثية في سواحل الحديدة. علماء ودعاة يمنيون: التحالف سينقذنا من خبث الانقلابيين. سكاي نيوز: قائد محور تعز: عاصفة الحزم أنجزت أهدافا عسكرية كبيرة وأمنت المكاسب الاستراتيجية لليمن. إيران بعد عامين من عاصفة الحزم تتوسل الرياض كمهزوم يريد النجاة. الراية: قائد عسكري: استعدادات لتحرير الحديدة ومفاجآت خلال الأسبوعين القادمين. في الذكرى الثانية لعاصفة الحزم لوحة عملاقة عليها صور قادة التحالف العربي بعدن. وإلى مواقع التواصل الاجتماعي، صفحات الفيسبوك وتويتر، حيث كتب العديد من الكتاب على صفحاتهم في الفيسبوك مقالات تتحدث عن عاصفة الحزم ومرور عامين من انطلاق العاصفة. رمزي الريمي أحد الصحفيين الذين كتبوا عن عاصفة الحزم ومرور عامين عليها.
في ذكرى مرور عامين على انطلاق عاصفة الحزم للتحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة المملكة العربية السعودية التي لعبت أدوارا مشرفة عديدة على الصعيد السياسي والعسكري والاقتصادي في سبيل تفتيت وتفكيك مشروع إيراني في المنطقة العربية وإنقاذ اليمن التي لا سيما أنها تشكل بوابة مهمة للبلدان العربية. ويحتفل اليمنيون بمرور عامين على انطلاق عاصفة الحزم والأمل، العاصفة التي أعادت الأمل والحياة للشعب وأنقذت اليمن من تمدد إيران ومذهبها وفكرها الاثنى عشري التي تسعى إيران لتسويقه بكل الوسائل. ويعيش ملايين اليمنيين آمنين بعيدا عن الحرب في المناطق التي تمكنت القوات اليمنية بدعم التحالف من استعادة السيطرة عليها من ميليشيا التمرد والانقلاب الحوثي وصالح، وسيطرة الجيش اليمني على نحو 85% من الأراضي اليمنية وتأمين كافة الموانئ الاستراتيجية ومضيق باب المندب والمناطق الحيوية وحقول النفط. عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية ودول الخليج على تأسيس جيش يمني جمهوري، وها هو أصبح على مشارف العاصمة صنعاء، المدينة التي يتشوق الكثير من اليمنيين لاحتضانها، كما أن عاصفة الحزم خلصت اليمنيين من ترسانات الأسلحة التي سيطر عليها الحوثيون من بينها الصواريخ البالستية وأخرى، وحفظت دماء عدد كبير من اليمنيين الذين لن يتردد الحوثي عن إبادتهم بهذه الأسلحة. الكاتبة رفيقة الكهالي كتبت على صفحتها أيضا في الفيسبوك مقالا عن عاصفة الحزم وأن الحوثيين سيطروا على الدولة وعلى الأسلحة عقب انطلاقها أو قبل انطلاقها. عامان من عمر عاصفة الحزم وما رافقتها من عمليات عسكرية لدول التحالف العربي لإنهاء التمرد العسكري الذي قاده المخلوع صالح وحليفه الحوثي ضد الشرعية التوافقية والتسوية السياسية التي حاولت جاهدة تجنيب البلد الانزلاق إلى أتون الحرب الأهلية. 26 من مارس لسنة 2015 ميلادية مثل فجرا جديدا ليس فقط لبلادنا ولمواطنينا وأنا أحدهم، وإنما للمنطقة برمتها. فعلى المستوى الشخصي كأحد أبناء تعز كان وقع هذا اليوم علي مختلفا تماما، فهو يوم من أيام الصمود والصبر والتضحية لا ينسى. لما لا، ونحن أحد الذين اكتوينا بنيران الحقد الانقلابية وما زلنا نعاني من حقدها وإجرامها حتى الآن. نتذكر وتتذكرون الأيام التي سبقت هذا التاريخ، فقد تم الاعتداء أمام معسكر القوات الخاصة بجولة القصر على الشباب والمعتصمين السلميين الرافضين لغزو المحافظة أو استخدامها كمعبر نحو لحج وعدن والجنوب. تم الاعتداء بإطلاق الغازات السامة والرصاص الحي، وارتكبت الميليشيات الحوثية والعفاشية مجازر بحق الشباب والمواطنين الأبرياء. مفيد الغيلاني كتب على صفحته أيضا في الفيسبوك مقالا تحدث فيه أيضا عن عاصفة الحزم وأشار إلى اليأس الذي كان قد بدأ يدب على قلوب الكثير من اليمنيين. وظلم ذوي القربى أشد مضبة على المرء من وقع الحسام المهندي. هذا البيت بالتحديد أذكر أني كنت أردده بين كل شهيق وزفير وفي غمرة لحظات عصيبة خديجة، وأنا أشاهد طيران التحالف يشن غاراته على قصر المعاشيق. كان الجنون حينها ممزوجا بالحيرة والرهبة، ماذا يريد هؤلاء الأوغاد وإلى أي هوية سيسوقون هذا الوطن الذي كان هو مذهولا ومفجوعا وموجوعا مثلي تماما. يردد أسد علي وفي الحروب نعامة، لحظات قاتلة مشحونة بالألم والحزن كانت قد أحكمت الخناق على كل يمني حر غيور على وطنه الذي يراه على شفا جرف هار. ليس بينه وبين مشنقة الموت إلا إعلان عاصفة الحزم التي جعلتني وملايين اليمنيين نتنفس الصعداء على إيقاعات طيران العاصفة التي عصفت بالمشروع الإيراني في اليمن ومثلت نقطة فارقة في تاريخ ووجدان الأجيال اليمنية. انطلقت عاصفة الحزم لتبدد أحلام الانقلابيين السمجة التي دفع اليمنيون ثمنها باهظا منذ اقتحامهم للعاصمة صنعاء، فجاءت عاصفة الحزم لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وليشفي الله بها صدور قوم مؤمنين. عبد الكافي العبيدي في تغريدة له على تويتر كتب عن عاصفة الحزم وأنها نقطة بيضاء في التاريخ. نعتبر عاصفة الحزم هي عاصفة الوحدة العربية سياسيا وعسكريا واقتصاديا ونقطة بيضاء للتاريخ لن يمحوها الزمن. هيثم الميسري أيضا كتب وغرد عن عاصفة الحزم.
عاصفة الحزم والأمل فعلا كانت هبة السماء لتقصم جبابرة الفرس في أرض اليمن. فشكرا سلمان وشكرا عاصفة الحزم والأمل. الصحفي حافظ مطير كتب عن عاصفة الحزم تغريدة وأشار إلى أنها كانت بعد الله تعالى الوحيد الداعم لليمن. حدثت مفاجأة إعلان عاصفة الحزم في 26 من مارس 2015، فكانت السند الوحيد والدرع القوي للمقاومة الشعبية التي كانت طور التشكيل.